الرحمن الرحيم. ما شاء الله. Let's clap now. Let's clap. ما شاء الله. أيقو إنجنيير وردي أحمد عبدي. وأنا هاي CEO جا إمارة لكزري هوميس. وحن أدوكم هالعلنا يا مرت الشرف تكسو قيب قشاي. دقح دقة إني مشروع يلا نذا كاميدا. ومشروع The View Apartment. رنتي شركة دو مشروع يا بدن أي ودا. مشروع عنا جانا وحكم دي هاي مشروع يدا أي شركة دو ودو هدان كهلو غريغان وحكا كوبين يا هاي قيب والبا أو غريا واوين له غريا دحدحا هذا له غريا يار يار له هدي عنكو باللابو غريا فاميلي دا يار يار كا والابا قول يقول كي شقالها صدح قول يقول كي شقالها أفر قول يقول كي شقالها وحكلو انت سيدر غليو دوبليكيس او سكورسارا او ككوبان شانغول يقول كشقالها وحكلو يدنا ميشا كان مغنين غريو واوين او بنتي هاوسا او انو غو تلاغلناي قيبتا سارا اني فولان او عبركودي او يهي 500 او سكوير متر ان دنكا عبرك هدان غدال لوغو نوقدو غريها 200 يقول كشقالها وا 120 سكوير متر 300 وا 183 سكوير متر أفرتقل ولابا بقول يكنتن سكوير متر شن تقول دوبليكيس كأنا ولابا بقول يسديتن سكوير متر إن رنتي غريغو حولي هي فاسيليتي بدن إن فاسيليتي كاسو حاكم يدا أديك والبا أو أي بلشوا بحنيت هدي أي تهاي سويمين بولكي أو لابا أو رج يدمرة هدي أي تهاي جيم كي أو رج يدمرة أنا كلا قادني مساجد وين أو متقانا أي مركي وأي كنتن إلا لحدن قف كتو كنيسو مدرسو شنغلاس ككوبان تحفيد كي يو متقانا ين علوم تيكالي وحاكلون يدنا ميشا كم مغنين ميشا عرطوك عياري لهايد وحولي يهي باك اب جنريتا البيود يولي يهي رنتي وحاكلو دي ان كمبرياشا كالكاد دوغن هاي وان مشروع عن اغطالة قلني امبلاس اغارة بمعنى هدي متقانا يمهو يدو اي فولاتو امبلاس تايا قاديسا أو شقينا سوقينا سبيتال كل لغو تلاقي إن قيمه هنا وقيمة معقولة مهمة ده أن ما أنت وده دعك دقينا وحياة هيد إن عم بحنا إنه ما أنت قف كي إسرجس جريا إن عم بحنا إنه 50% ديسكاونت بقول كي وطبعا هدي وغرقو أها سعاشن كون أما بقول كون هدي وها 50% يا الله حسابنا يا قيمة يا رجال لقسينا يا إن رنتي ما أنت حلف دنا دو أرنت أسيكو صعب سنة شركة لها واحدة صا وأشيان له وأفريقان سومالي وبدل له أنا جوري كستو أون دي سينو إلهي فضلي سجل وعلا قوبه عبادة وواسع الرحى أيولي هاي مساجد تضوى بغل الروح المرأي كنت كان يان وجامعة وجمعة يجمع اللقو أوغي وشنقل أووين ومع الدينية هي ميل المها قرآن كاللو حفظه يولي جوري كستا وحان ميشا كم مغنين براجيه دباشا أو رجيا هواي نكلا سوعان ماليه مرقها لوجود سهية إيه سنكرتي وحيابها لوجود تعلمي أو رجيا هواي نكلا سوعان مركي أنت لوجود دالنا ماليه إنرجي لقى قادنا يه مع معانك وحول بلقيه لي سوبر ماركت كي أيو إفري بيلدينغ ليه هاي بي نوت هاي إن المانتا فرصة وها الله إن كلا سوا قيب قالوا لحف لدينه لدى ما شادنه شركة إمارة لكشري هومز رنتي محوها وبروجكت دي رجالين له وداتك الصوماليات يداتك كينيان كالبادبا رنتي سوتشي دنيا سببو لحريدا حق مركة وكواد حق شابك مركة في ريسو بروجكتية ذا كسعودة خاصة حق اسمها دلكا مركان آدو في ريي واندرسي وحبذن بي حق برايسك هي حق كوالتيغ اللي بذبا كقوة ناكسيني مركا دادكا صوماليات هي دادكا كينيانكا نيروبي دقن هي كوة ديبادة دقن ورنتي هدنا داوانا يو هذا الكيغة مغلية وحانوغو باقينا runtii inay ka faa'iideystaan fursadahan qaaliga
oo ay aad u yar tahay in la helo ban u tahniyadeenaya sayid Soomaal iyo Nerwardi runti nin adag ba ku garab taagan waxa weeyaan gantaal culus ba diskarab dhigtay ninkana waa nin xaga influence ka hadalka oo ku fiican waa nin aadi aad aftahan u ah marka karti culus ba ku garab taagan waxaan u maleynayaa talaabada kaliya ayaa kugu filan inaad ku guuleysato mashruucan iyo mashruucyada kale ee aad samaynayso marka hambalyo waayo binaadanku waxay eegaan synergies adigu nin engineer oo wax dhisaba tahay hawshaada waad ku filan tahay laakiin xaggii shicibka iyo xaggii suuqa loo geyn lahaa mashruucan ninka fiican ma jiro oo aad heli karto ninka aad heshay waa brand cajiiba marka meesha kale oon anigu ka hadli lahaana imara goobtan aan joogno waa goob aad u fiican anigu weligay waxaan ka dhowaa xaafadahan islii kasoko waa meel quruxsan waa meel degan waxaana ku taalaa darafka ugu fiican ee Parklands waxaana ka dhowdahay mudayga iyo meelaha kaleete aad dadku ay u jecel yihiin marka runtii value-ga waxaan dadka aan ugu talin kula talin lahaa value-ga meeshan la dhisayo way ka qiimo badan tahay sanadada soo socda dadku way sii jeclaanayaan sababtoo ah meelaha kale way soo buuxsameen iminka waxaa lagu yiraahdaa daaraha ka dhisan kileleeshwa waa khali kala baro bar sababtoo ah way isku bateen meeshiina daara wada waaweyn oo aanan dhir iyo waxban lahaynba ayaa laga dhisay meeshan waxaa ka jira city park ba idin dhow waxaa idin dhow Karura Forest ba idin dhow meelo badan oo lagu raaxaysto oo nafis leh oo caafimaadka u fiican ayaa jira marka waxaan aad iyo aad kugu gubaabin lahaa inaad gacan siistaan walaaladen oo aad ka ibsataan waan ogahay inaad awoodi kartaan intiina halkan fadhida waxaan anugu siyaasinteena masaakiinta ah haddii laga saaro kuwa aan meelo waxban jabsan ee daacadda ku shaqeeya marka